حصتنا اليوم مع ضيوفنا وجدي السيد منجب ابراهيم وكذلك نعيمه سيسي. بون خلينا ناخذ رايكم من اللوم، كنتوش شفتوش التصريح نتاع وديع الجريه؟ بدو انكم شفتوه تو سمعتوه، خلينا ناخذ رايكم بالواحد. نعيمه نبدا معك. تصريح مش منتظر كما قلنا بعد التدوينه اللي صارت على المنظر الكبير، وانه وديع الجري اول حامي للمدرب منظر الكبير مفاجأة بالنسبة لي أنا، خاطر ما كنتش نتصور أنه وديع الجري ينجم يقول على المنظر الكبير هكا، وأنه إذا كان تواصل تدهور، شو معناها تدهور أداء المنتخب؟ فأنا مقابلة باش يدهور في أداء المنتخب، شو المقابلات اللي مازالوا عنا نحن باش يدهور فيها؟ فما بطولة عربية نجم يكون يقصد زاد. ما معناها بنتي باش تخليه يلعب البطوله العربيه وبعد تنحيه ولا شو؟ من البطوله العربيه راهي انا عندي انا جاتو ماشي قاعدين نلعب حاجه فيها برشا فلوس باش نلعبوا، مش المنتخبات الكل بتجيب، ما نتصورش ان المنتخبات الكل بتجيب اللاعبين بتاع البرا، معناها انا ما نتصورش باش يكون في منتخب الجزائري باش يكون موجود رياض محرز، ما نتصورش انه بلاش محترفين، يعني بلاش محترفين باش يكون نحن موجودين فيها، حتى نحن انا تبعت بالباهي الحوار، قال هدفنا نصف النهائي، معناها قال نصف النهائي يكون فشل، تنجم تكون موجود في نصف نهائي البطوله العربيه، خاطر ما نتصورش اني قلت لك دو جرون جوور باش يكونوا موجودين في البطوله هذيك، ما نتصورش انه المنتخبات العربيه الكل بتجيب الملاعبيه نتاعها الكل، وانه كانه تحذير، تنجم تكون كيما الكوب دافريك المحليين للاشان يعني المحليين هكا انا نتصورها، ما نتصورش حتى انا انه اللاعبين نتاعنا الكل باش يكونوا موجودين، فما اللي يلعب في البطوله الفرنسيه، فما اللي يلعب في معناها الاكثر المحليين، يعني بطوله عربيه للاعبين المحليين هذه هي هكا باش. لو انه عندنا برشا ملاعبيه في البطولات العربيه كما معلول فرجاني مساكني بخازري قلت خازري سليتي باش يكونوا موجودين في البطوله هذه، ناخذ رايك كيف سيمونجي في التصريح. هو البريسيون كبيره برشا على سيمونجي كبير اليوم، دونك حاجه اخرى اللي ثم حاجات زاد تنجم تتغير زاد في الفريق، لان الدوري التونسي باش يرجع الاسبوع الجاي، دونك ثم دونك دي جوار يفون انتيغري ليكيب ناسيونال، اسكو اليوم الجوارات هذوما كي يفون انتيغري ليكيب ناسيونال يلزمهم شويه وقت، اسكو باش يخليو لهم الوقت؟ دونك اليوم جوارات زاد عندهم توا اليوم مهمة برشا، إذا كان علاقتهم بالمدرب سيمون درك باير علاقة اكسبسيونيل يدوا فيتر لا دون لي مومون ديفيسيل، يلزمهم هما يقفوا مع المدرب نتاعهم. شنو باش يقولوا ليه رئيس الجامعة؟ مش يقولوا ليه لا على المردود يفواتر لا 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 مش على ذاك، لا مش على ذاك اخويا اسلام، لا با دي تو. رئيس جامعة رئيس جامعة نحكي نقول لا ريبونس اللي سور لو تيران هي شنية الحاجة الباهية في الكورة. شوف انت بعض المدربين بعد ساعات شفناها حتى مع الترجي مع معين شعباني سيرتان مومون وقت اللي تي سور ان سيج اجيكتابل وقت اللي ماركيو هدف يمشيو لمعين شعباني، دونك انا نقول هذه المطلوب من حتى رئيس النادي حماه والكلمه الشهيره معين راهو به، دونك ديما ميفي توا من رئيس نادي يقول لك لونترينور هذاك جي اونتيير كونفيونس سور لونترينور، عارف روب شي تير بعد جمعه هذه خذها قاعده، دونك هذه خذها قاعده في دون لو موند اونتيي. اي شفنا بيريز مع زيدان اون اونتيير كونفيونس اون زيدان بعد جمعه نعاه، دونك انا نقول تو سامبلومون لليوم جورات باش يقفوا وقفه باهيه خاطر يعرفوا شكون عندهم سيمون درك باير او نيفو دو لا كوميونيكاسيون جو بونس سي سا فورس، وما يعرفوش شكون اللي باش يجيهم، دونك ا مون افي لا بالي دون لو كون دي جوار. ما نتصورش انه الكوره باش تكون في عند اللاعبين خاطر ما نتصورش انه عندهم دخل، مش على الدخل لا على المردود، على المردود لا لا اختي نعيمه ما تفهميش بالغلط، على المردود سور لو تيران بور فير ديمونتير اكيك سو سوا اللي الفريق الوطني التونسي ماشي في طريق صحيح اللي يعطي 80% ولا 50% كيما وهاب الخزري توا يعطي 100% بور غاردي لونترونور سيمون درك باير. انا يظهر لي توا سمعنا احنا في الاول عاودنا سمعنا ثم كلمتين مهمين قالهم الاولى قال اذا تدهورت الامور كما قالت نايم، اذا تدهورت الامور يعني بالنسبه حسب ما فهمت انا كان ما يتحسنش الاداء. لا مش حسب ما فهمت هو قال لك هيك، هو ساله مهدي قال له عو الاداء اذا كان يتواصل، قال له اذا كانت تدهورت الامور مش ندخله تدهورت الامور، يعني راه هو قال تدهورت لكن اذا كان ما تحسنش الاداء لانه ماهوش اكيد وانه ماهوش راضي على الاداء حسب الكلام نتاعو، لانه مش مستانس يعمل ديكلاراسيون كيما هكا رئيس الجامعه. لا وقال حتى بقيت الحوار انا سمعته بالبي، قال حتى فكرنا بعد ماتش الجزائر قعدنا واجتمعنا وطرحناه موضوع تحيه المدرب معناه بالضبط. حاجه ثانيه ما قالش المدرب،
بالنسبة للإطار الفني. إطار الفني. كلمة مهمة برشا. ممكن زاد رئيس الجامعة عنده لو ممكن على الإطار المساعد ككل. ما عنديش شخص بعيني واحد. يعني على دور الإطار الواحد لأنه يقول لك إذا كان المردود ما تحسنش صحيح المدرب ممكن يغفل على حاجات ممكن لك وهنا دور الإطار مساعد. يزمو معناه يقوم بالواجب بتاعه ويزمو يكون فاعل. يكون فاعل. إيه ما يتقال كلام كيما هكا اتصاليا مش نورمال يكون في الأوف. كيفاش؟ اتصاليا كلام كيما هكا يتقال معناها في إذاعة نورمال يكون في الأوف بين رئيس الجامعة والمدرب بتاعه ولا؟ لا هما حكاو في الأوف لكن إذا كان ثم راهو ضغط أنتم تقولوا ضغط على المدرب راهو ضغط على رئيس الجامعة أكثر من اللي على المدرب. مدرب يعملوا عليه ضغط اذا كان ما نجحش يمشي على روحه كما قال لك على الخليج يمشي يدرب يمشي كذا السي في نتاعو رجله مدرب منتخب درب في الافريقي والترجي والنجم الساحلي منتخب ناشون يخرج الخليج من غدو لكن المدرب رئيس الجامعه موجود باش يقعد هنا هو اللي بشكل فهمت الكريتيك الكل واللي بشكل يعني الانتقادات الكل دونك نتصور حتى الضغط على رئيس الجامعه موجود دونك نتصور انه رئيس الجامعه تعرف التقييم ما يجيش في وسط الكومبيتيسيون تقييم خليه تو بالنسبه لي انا حسب رايي رئيس الجامعه باش يكمل ثلاثه ماتشات تضم الاولانيين الاخرانيين نتاع التصفيات وباش يقيم مردود اذا كان تواصل الفريق في ثلاثه مباريات بنفس الاداء فهمني النتيجه بالنسبه لينا انا بالنسبه لي انا 70 80% كان نكون متفائل نقول لك 90% باش نخرجوا منها المجموعه هذه الاولانيين ما عندناش كنا نفسنا بصراحه فهمتني ولو الافريق اسمها الجنيه اكواتوريال بعيد علينا ثلاثه نقاط لكن لازمها هي تربع ماتشات كل واحنا نخسروا ضدها هي ينكر وبسكور خاطر ربحناها ثلاثه دونك بالنسبه لي انا الخروج من المرحله هذه الاولانيه احنا متصدرين ترتيبا في حتى اشكال رئيس الجامعه والجامعه بصفه عامه مكتب جامعي ممكن شي يقيم الاداء نتاع المنتخب بعد انتهاء المرحله الاولى هذه نتاع التصفيات وقتها ينجم ياخذ قرار وما ينجم يلومو حتى حد هو هذا يعني يكون اعطاه فرصه للمدرب بما فيه الكفايه وما تحسنش الاداء فهمت سامحني سيواجدي هو هذا اش كان يقول لك اسلام انه في الوقت الحالي هل كان مسموح انه سيواجدي الجري يقول يعطي ديكلاراسيون هذيك يرجع على مهدي عبيد بالطريقه هذيك كان ينجم يحمي المدرب نتاعو يعني كنت تنجم تكمل التصفيات كنت تنجم تكمل المباراه الاخرانيه وبعد تقول انه الاداء كذا وكذا وكذا لكن حاليا انت زدت حطيته تحت ضغط حتى شفنا الديكلاراسيون نتاع المنظر الكبير كي سالته سؤال انه سيواجدي الجري قال كذا وكذا ما كانش أليز يعني كأنه زادة ما عجبتوش الديكلاراسيون تاع السيد وديع الجاري أنا من رأي رئيس الجامعة ما يلزموش في وقت معين في الوقت هذا بالذات اللي مازال تصفيات مازالت مقابلات مازال كذا وكذا يقول الديكلاراسيون هذيك على المنظر الكبير فقط والشيء خويا اسلام سامحوني خويا وجدي واختي نعيمة سافدير كلو كونتاكت مع لو فوتور انترينور صار لا بروف خاطر كما قال سي وجدي الاطار الفني ككل لونترونور اللي باش يجي ليكزيجونس نتاعو باش يجي مع الاطار الفني نتاعو دونك تفضل خويا خلاص لك سيمون جي ميساج على مقابلة الاياب كيفاش تشوف شنو لازم يتبدل في المنتخب هل تشوف تغييرات في التشكيله مقارنه بالماتش الاليه في تونس سير باش يصير تغييرات في التشكيله لان كي تشوف بعد ثلاث ايام تلعب انت وتبدا عندك حمزه رفيعه انيس بن سليمان بالرمضان سيف الدين الجزيري فخر الدين بن يوسف هذوما سيباستيان اي هذا اكثر هذا اش حكيت انا عليه اختي نعيمه سيفري عطاوه 8 دقائق هذا الملاعبين في 8 دقائق هذيك الى ايتي بريزون معناها حاول يعمل دونك هذاك يلزمو ان بو بلوس دو تان ولا بروف اللي الملاعب هذايا كان باش يخلط على الفريق في فرنسا الاولمبي مع سي ماهر كنزاري دونك خلاوه دونك سا فو دير سي ان تيتولير سيرتينمون في المباراه روتور المباراة روتور هذه لي زيسباس باش يكونوا موجودين دونك سافا باش تسهل المأمورية برشا على سيف الدين الجزيري وفخر الدين بن يوسف باش يلقاو دي فرص معناها باش يسجلوا أهداف وممكن نروحوا بقدرة ربي إن شاء الله بنتيجة إيجابية من موريتانيا. كي نحكيو احنا على الجروب نتاعنا راي زامبيا سي نقطة استفهام في الرياضة في أفريقيا وقت اللي جابوا سي اسمه هذاك لونترونور الفرنسي اللي يدرب رونار إرفي رونار 2011 عندهم الكوب دافريك 2012 يفوزوا بالكوب دافريك 2012 ويخليوه هو باش يلعب الكوب دافريك 2014 وفي الكوب دافريك 2014 يخرج من الدور الاول سي نقطه استفهام الفريق هذا الزامبي لكن المفاجاه الكبيره بتاتر اللي صارت بتاع موريتانيا واللي سهلت لنا المأموريه نتاعنا احنا سي كو موريتانيا كانت تنوي باش تفوز على زامبيا في موريتانيا
انهزمت، وزامبيا كانت تخمم بفوز ضد موريتانيا في موريتانيا ينجموا يفوزوا على الفريق الوطني التونسي في زامبيا. هذا اللي صار، والحمد لله يا ربي فزنا عليها ما احنا هذيك في زامبيا. خليت لي اليوم راهو الطريق مفتوح بقدره ربي، لكن ثم حاجات اللي باش تتغير في المباراه نتاع غدوه ضد الفريق الموريتاني. احنا اون لو ماتش سرا بوكو بلو فاسيل كل ماتش هنا، مالغري البونت والهدف اللي خلى اللي سهل ماموريه برشا برشا في الماتش نتاع اللي كان في تونس بونتو ليس صغير. شنو تشوف سي واش ديز متبدل؟ فما تشوف فما تغييرات خاصه على مستوى اللاعبيه التشكيله؟ اكيد اكيد يلزم. شوف ممكن في الماتش هذا ممكن معناها نوعيه الماتشات اللي كنت نحكي قبيل عليهم، يعني في الماتش هذا الفريق باش يكون اسهل بالنسبه لينا الماتش، لانه فريق الموريتاني على ضعفه باش يخرج من المناطق نتاعو في بلاده باش يلعب، مش كيما لعب لنا في راتس باش يخرج باش يخلي لنا مساحات. هنا لازم نلعبوا احنا الهجمه السريعه بالكدا، لازم نتقنوا. انا نحب المنتخب يكون عنده انكاشي. تو كان نقول لك المنتخب كيفاش يلعب، شو طريقه اللعب تاع المنتخب؟ تحكي لي برشا حاجات. انا نحب يكون عنده طابع معين. منتخب نتاعنا وقت اللي يعمل هجمه معاكسه، هجمه مرتده ولا هجمه سريعه، لازم تكون الامور مدروسه مضبوطه، لي روبير موجودين معروفين كيما نتفرجوا في الكره العالميه وغيره. لازم منتخب تاني يكون عنده كشي تابع. وقت نمشيو نلعبوا في موريتانيا ولو هو ضعيف، اما لكن مش يخلي لنا مساحات، لازم نعملوا هجمه سريعه نعملوها ناجحه. لازم وقت اللي نخدموا على الكره الثابته لازم نجيبوا بها ثلاثه نقاط، لان الكره الثابته يبدا فريقك مش في فورما، يبدا فريقك ماهوش في احسن حالاته، نجم كره ثابته تجيب لك لي ترو بون. هذا الفوتبول تاع توا، سي سا لو فوتبول. الفوتبول سي لو جو رابيد لي بالاريتي. فهمني، نحب المنتخب يكون متميز فيهم، هذا اللي طالبينه، لانهم هذا مصلحنا نهار من بعد نهار اخر. كاسامي كي كتعطيني اسامي فما اسامي تشوف. انا نشوف لاعب كيما فخر الدين بن يوسف لازم يكون موجود كي نلعبوا الاكستيريور. الاكستيريور ممكن هنا ما نلعبوش الاكستيريور. كنت اتمنى في الليل يلعب في الجزيري، يلعب داخل السيرفاس جزيري، لانه باش نلعبوا فهمني على افون سونتر، هو يكون عندنا عمق هجومي فهمني. وممكن تلعب انت الخزري في الريتور وقت اللي تخدم على لو جو رابيد اكثر، فهمت. الجزيري نجم يكون موجود راه حتى في موريتانيا يعاون برشا، ينجم يلعب ظهر وكل شيء، ينجم يحضر على لي كونتر اتاك وكل شيء. نتصور انه الحاجه الوحيده ما يسمعش نسمو بوتيتر بيان هو خط الدفاع نتاعنا، خط الدفاع اللي ما تغيرش توت فاسون، ما غيروش، والمدرب ثلاثه ماتشات ما تغيروش. كشري دبرون مريح ومعلول ما قبلناش اهداف فهمني، بالرغم من انه عملنا اخطاء خاصه في محور الدفاع. محور الدفاع نتاعنا قاعد يعمل في اخطاء في كل مباراه. حتى قال سي مونجي فما انتقادات المريح، تشوف مثلا منتصر طالب ينجم ياخذ بلاصته ولا لا؟ ستابيليتي في ديفونس خير تيوريكمون، نظريا ذول لي تونديم تاع برون ومريح من احسن ما عندنا بصراحه، لكن يلزم شويه خدمه اكثر، ويلزم شويه تنسيق اكثر، شويه كويزيون بيناتهم فهمني. زوز لاعبين المفروض هما يلعبوا تاو برا، يلعبوا برا محترفين وكل شيء، عندهم يعني من التجربه وعندهم من المباريات اللي لعبوهم وكل شيء، اللي نجموا يتناغموا مع بعضهم. احنا قاعدين نشوفوا في اخطاء قاعده تصير في المحور، يلزم شويه خدمه عليهم. هكاو سي فري كو لونترينور تاع ليكيب ناسيونال ما نجم، ما عندوش الوقت الكافي باش يخدم برشا، لكن لي مومون اللي يجيوك لي زوكازيون اللي يجيوك باش تخدم يا خويا، ان ترافاي سبيسيفيك بور لاكس سنترال، هو ضعفنا، هو نقطه الضعف تاعنا في الدفاع. ماهوش له كشريده له معلول، بالرغم من معلول يطلع برشا فهمني، لكن ما يطلع برشا وماهوش نقطه ضعفنا، خاطر نلعبوا بترو ريكوبيراتور بالك هذاك معلول ما يظهرش يعني نقاط الضعف على الجهه اليسار، لكن في المحور قاعد يظهر. الواحد تلعب في ثلاثه، نلعب في ثلاثه قدامك، ثلاثه ترو ريكوبيراتور يلعب، ومحور الدفاع نتاعنا مازال يغلط، وضد فرق ضعيفه كيما موريتانيا وكيما الغيني ايكواتوريال وغيره. سي وجدي مريح، راهو الاغلاط اللي قاعد يعمل فيها في الشامبيون الكل داير اليوم الاسبوع الفارط 3-0 النادي العين كان رابح، ويرجع الفريق المنافس يرجع ويسجل ثلاثة أهداف، منهم واحد ولا اثنين هدف غلطة من مريح. دونك هذه الأغلاط قاعدة تتعاود. أنا جو بونس ينجم يعمل لك الحدادي كستوبر ولا الطالبي كما قال خويا إسلام، افيك لا كوفرتور نتاع معلول كي يطلع نتاع الحدادي فيك سي ان غوشي، نجم برشا تغييرات نجم تصير. في الماتش أميكو اللي عملناهم لي ترو ماتش أميكو كنت نتمناه يخرج من الاول، يلعب حدادي، يلعب الطالبي اللي هو، ويتحط من الاول مريح على البنك باش يحس اللي ثم منافسه، مش كل مره هو تيتولير والاخرين ذوقهم شويه تلعبهم في اخر ماتش.
سي امبورطون ما كان كنت سي ركزتوا معناها لاعب اساسي 100% سامحني مهما كانت الاخطاء حسه محمي يعني مع احترامي للولد انا ما نعرفوش وما نعرفش شنو اللي صار مش خايب لكن لا 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 العكس معناها انا في حاجه في تخريج الكره هو ديجا البوست نتاعو بيفو قبل ما يكون اكسيال معناها عنده كرات باهين عنده يطلع بالراس دي بينالتي باهين لكن ما تحسش روحك اللي انت 100% اللي انت تيتولير انديسكوتابل في المنتخب لا فما شكون راهو يهدك عندك منتصر طالبي عندك الحدادي عندك دي جوار كونفيرمي منتصر طالبي كور في جمعيته الحدادي يكونفيرمي يعطي في 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 مردود ممتاز هما زاد عندهم الحق انا راه في مباراه موريتانيا علاش ليه لي يكون الحدادي يكون منتصر طالبي مع ديلان برون انا راني مع كلام سي وجدي انه راهو الدفاع ما يتمسش حتى في البارتيات اللي انت ما تسحمها انا نتبع برشا المنتخب الايطالي يعني مانشيني ما بدلكش الديفونس نتاعو يخلي لك دوناروما يخلي لك ياليني يخلي لك بونوتشي هذوك ما يتبدلوش هذوك عنده هو الديفونس هذاك هو كلشي كان ثم يتبدل القدام ولا تبدل القدام صحيح لكن التالي لا ما يسمكش هذيك حاجه تكش من جهه من جهه تقول لي لازم استابيليتي ومن جهه قلت لي لا انا نحكي لك شو هبش نرجع لك مانشيني وقتاش مثلا يبدل في يبدا ماتش ماهوش حاجته به برشا مثلا المباراه الثالثه في الكوب دوروب يا ما تصفيات كاس عالم نعيمه هذه غلقه انت لا قدر الله كان نعملوا فوبا مع موريتانيا غادي وغينيا تربح معناها تولي لا لعبه اخرى ماتش ميكول عملناهم الثلاثه ما استغليناهمش ما عطيناش فرصه كامله للمدافعين المحوريين معناها انت كي تبدل توا مثلا منتصر طالبي بمريح باش نغلطوا غلطه وهنا قاعدين نغلطوا نحن بطبيعتنا معناها هو قاعد يعمل في اغلاط هكا ولا ليه هي. اذا كان انت باش تجي تبدله معناها باش تحط منتصر ولا باش تحط الحديدي باش تقول الغلطه هذيك هو راهو اونتر بارونتيز نحن ياسر عندنا ضغط وعندنا نحس انه في تونس صعب برشا مع خاطر بارابور للمنتخبات الاخرى كي تبدا تتفرج تقول هاو ما لعبش كذا وكذا مثلا انا نرجع لك المنتخب الايطالي المنتخب الايطالي في الكوب دوروب دو بارتي لولاني لعب لوكاتيلي هكا ولا لا ما لعبش فيراتي لكنه كي رجع فيراتي لعب فيراتي لانه في مخ مانتي مالغري كو لوكاتيلي كان جاي كان جينا نحن في تونس علاش يبدل فيه يا اخي هاكا هكا ولا لا نحن ياسر صعاب لانه هو في مخ مانشيني فيراتي هو البرومي جوار في الوسط ماهوش لوكاتيلي ورجع وما رجعش قعد كان فيراتي راه نحن في مخنا من في العقليه هذيك نتاع الجماهير التونسيه لا اذا كان قدم مردود يلزم يقعد لا في العقليه نتاع المدرب لا عنده 11 هذوكم هما سكوليت نتاعو يلزم هذيك ال 11 يلعبها نرجع لك زاد اونتر بارونتيز الدوناروما دوناروما كي مشى للبي اس جي ما لعبش لكنه كي رجع مع مانشيني في دو ماتش لعب هو تيتولي مالغي كو سيريغو قاعد يكور في جينوا التروازيام غارديان تاع المنتخب الايطالي ميريت يلعب اوسبينا في 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 نابولي وما يلعبش ميريت معناها اذا كان المدرب عنده في مخه ال11 نتاعو والديفونسور نتاعو لي ديفونسور نتاعو والغارديان نتاعو هذوكم هما يعني سي انديسكوتابل بالنسبه لي لان هي باش نرجع لك البرناردسكي عمله والبرناردسكي ما يلعبش تقريبا في اليوفي لكنه في مخ مانشيني جوار انديسكوتابل بالنسبه لي بناك نجيبوا بناك ولعب ودخل ويدخلوا في وسط اللعبه في الاخر ويدخلوا يكون من الخمسه اللي موجودين يماركيو بيلانتيات لانه هو في مخه مقتنع بالملعب فما راهو جوار هنا نعيمه سامحني فما جوار نتاع منتخبات وفما جوار نتاع فرق راهي هنا نعيمه سامحني ساعات نحن كعالميين ولا حتى كجمهور متناقضين زاد كي كان المساكني مثلا في مخ الكبير هو يلعب غادي ولا فرجاني سيسي وما كانش يلعب وعنده صعوبات في جمعيته قلنا كيفاش زاد لا انا ما قلتش انا بالنسبه لي انا راهو المساكني جوار انديسكوتابل في المنتخب ما نجمش نخليه حتى تقولي انت مثلا ماهوش في الفورمه نتاعو ما يكورش يلعب بناك معاك اما بالنسبه لي انا الفالور نتاع المساكني ما نجمش حتى انسان يشكك فيها هاو المدربين موجودين يذولي تقول هاني قلت لك تقولي نجيبوا بناك ما نلعبوش على حساب ملاعبي معاك اما اني ما نجيبش المساكني وهو يلعب وهو ما معناها او كومبيتيسيون هذه انا راني لا موجود يسمو في الجروب بقينا يلعب ولا ما يلعبش هذيك حسب الفورمه انا نقول لك حاجه فيما يخص الموضوع هذا نتاع التيتولير انا يظل لي كل مدرب راه ما عندوش 11 ملاعب يزم تيتولير يزم يكون عندك في ذهنك وفي الرؤيه نتاعك عندك على الاقل 3 جوار ساعات 4 جوار تيتولير عندهم نفس القيمه بالنسبه ليك وهما يحسوا بالشيء هذا سي تري امبورطون هو انهم هما يحسوا بالشيء هذا علاش مش اللي قاعدين يلعبوا ما يحسوش وكانه ما انتو شابل معناها ما يمسهم حتى حد يزم يعرف اللي ثم زوز ولا ثلاثه نجموا انتم ما يفكوا بلايصهم يزم يعطي روندمون 100% اخيب حاجه بالنسبه للمدرب وان يخلي ال11 هما بيدهم طاح المستوى ما طاحش ماتش اميكال ماتش اوفيسيال السيد ديما يلعب هذا اللي لومت انا في بدايه الحديث نتاعنا على وضعيه الخزري في بعض الاحيان الخزري ما يسالش حطوا على البنك عندك لعبيه باهين جزيري قاعد يماركي
هو هذا كل شيء صحيح، هو قاعد يمركز هذا الخزري، لكن ريحوا رتحوا شويه خلي يحس اللي عنده منافس، ما يحسش اللي هو التيتولار ابارونتير والجزيري يدخل دو طون زون طون. لا سي با سا، يزم يحس اللي نجم الجزيري يفكروا بوقته، الاخر يزم يحس اللي الحدادي نجم يفكروا بوقته. فهمني من المباريات الثلاثه اللي عملناهم كان ينجم يعطي فرصه اكثر طون جو اكثر، مش طون جو يدخلوا بالاخر يزم يلعبوا تيتولار من الاول. مش يعرفش معناها قعدت على البنك مريح. هذا سي وجدي علاش لو ريلاسيونيل لي تري امبورطون. اختي نعيمه جبدت على برناردسكي، تشوف لي دو سيزون اللي عداهم مع اليوفي، انا بور مو سيتي ان ديكوفيرت جوار اكسيبسيونيل. لليوم هذيك مقيدها مانشيني اللي لو جور جي اللي مستحق برناردسكي باش يلقاه، وهذا اللي صار. ريت لا جيستيون دو جروب، لا جيستيون، لا جيستيون علاش كيفاش تقول التصرف في المجموعه نتاعك، كيفاش توظفها، جيستيون ريلاسيون، كيفاش تجيب لاعب رومبلاسون ويلعب مورال كبير ويقعد على البنك وهو بمورال كبير باش كي يهبط للتيران يعطيك البلوس. سي سا لا جيستيون دو جروب، سي تري امبورتون. ممكن هذا اللي مازال شويه ناقصنا في المجموعة. على كل بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، ان شاء الله مربوحه في المقابله القادمه اللي مليان ان شاء الله نضمنوا الترشح من ماتش الجاي ضد موريتانيا، ولو انه حسابيا صعيب شويه. هو به تيك صحة سي وين، شرفتنا بحضورك. كيف سيمونجي متألق من أول ديما، أيضا نعيمة ديما شرفنا كل ما توجدت بحرين، شكرا لك. شكرا لك، مرحبا يا سلام. هكا نكملوا فير بلاي، شكرا ناصر الساكري في الإخراج الرقمي، ياماني بن نصر في الإخراج، أجمل تحيات إسلام المد.